طيب زي النهارده، يمكن الاسبوع اللي فات اشرنا الى دي كانت ذكرى رحيل عظيم النادي الاهلي، وهو يستحق هذا اللقب، عظيم النادي الاهلي كابتن محمود مختار التتش، اللي كان وفاته في 21 ديسمبر 1965 عليه رحمه الله. وبالتاكيد تاريخ النادي الاهلي يتوقف دائما وابدا عند علامات بارزه، لعل من البارزين فيها تاريخيا محمود مختار التتش الحارس الامين تاريخيا على مبادئ وقيم وتقاليد النادي الاهلي، واستاذ كل عظماء النادي الاهلي من نجوم الكره اللي بعد كده الحقيقه، لانه دايما وابدا عندما تذكر سيره محمود مختار التتش يستحق الترحم ويستحق دائما وابدا الذكرى الطيبه عند كل محبي قيم الرياضه وليس الاهلاويه فقط. كمان ايضا من نجوم هذه المرحله الكابتن عبد الجليل حميده، حارس مرمى النادي الاهلي لسنوات ومنتخب مصر في الاربعينات والخمسينات ومطلع الستينات. بدأ مشواره وهو ولد في 28 ديسمبر زي النهارده، ولكن سنه 1923 عليه رحمه الله. كابتن عبد الجليل حميده بدأ مشواره في مسقط راسه في الاسكندريه، لعب في نادي الاتحاد، بعدها انتقل للترسانه، شافه بقى الكابتن محمود مختار التتش فانضمه للاهلي سنه 47. فضل في النادي الاهلي عبد الجليل حميده لغايه لما اعتزل في عام 1963، وكان اول حارس مرمى يتقلد شاره كابتن الاهلي. يعني كل كباتن الاهلي من حراس المرمى في الاجيال التاليه، اذا كان اكرامي ثابت البطل، احمد شوبير، غيره لغايه بعد كده، دايما وابدا الرائد بالنسبه لهم كحارس مرمى وهو يرتدي شاره الكابتن كان الكابتن عبد الجليل حميده. ساهم عبد الجليل حميده في فوز منتخب مصر بكاس امم افريقيا للمرة الثانية عام 59، ومع الأهلي ساهم في فوز الأهلي ب 11 دوري، 11 دوري وسبعة كأس مصر، في أندية كتيرة خدت ما خدتش الدوري زي كده. يعني أعتقد ينافس حسام عاشور في تاني تتويج للدوري بعد النادي الأهلي. هنشوف هذا التقرير الصوتي عن مشوار الكابتن عبد الجليل حميدة في ذكرى ميلاده في 28 ديسمبر 1923. عبد الجليل حميدة أو جيلة أو جلجل كما أطلق عليه عشاق الكرة وعشاق الأهلي بصفة خاصة، هو حارس مرمى قل أن يتكرر أو تجود الملاعب بمثله. جمع الحارس الموهوب كل الصفات التي يجب أن تتوافر في حراس المرمى، وصل وهو يزود عن مرمى مصر والأهلي إلى قمة الأداء والتألق في جميع المباريات، سواء باسم ناديه الكبير أو وطنه، عبر تاريخ ومشوار رياضي حافل بالأمجاد والانتصارات، لبراعته الفائقة ويقظته ومهارته في الزود عن مرماه. أطلق عليه النقاد أكثر من لقب، كالحارس ذي القبضة الفولاذية، الحارس المطاط، الحارس العملاق، وغيرها من الألقاب التي تسجل لجيلة. بدأ عبد الجليل حميدة مشواره الرياضي في صفوف ناشئ الاتحاد السكندري، لم يكن يمارس كرة القدم فقط، بل كان أحد نجوم السباحة والغطس أيضا. هو ما كان له أكبر الأثر في إكسابه صفات المرونة والرشاقة اللازمة لحارس المرمى الكفء. حين ترك الاتحاد السكندري انضم لنادي الترسانة، شاهده المرحوم مختار التتش رائد الأهلي الخالد، لمس فيه الموهبة الكروية الفذة، تحدث معه في أمر انتقاله للأهلي فوافق على الفور. بدأ مشواره الحقيقي به في أواخر الأربعينيات، وقد أولاه التتش رعاية خاصة، أمده بالكثير من النصائح الفنية وإرشاداته الرائعة، أعده إعدادا خاصا لحراسة مرمى الأهلي، فبرع وتفوق. لفت إليه الأنظار لمستواه الفني العالي والرفيع، شارك في تحقيق انتصارات الأهلي بدءا من موسم 48-49 وحتى موسم 62-63. يعتبر عبد الجليل هو أحد نجوم العصر الذهبي للكرة المصرية في الأربعينيات وبداية الخمسينيات، وضمن جيل العمالقة مكاوي، الجندي،
صقر الضزوي أبو حباجة، حمزة عبد المولى، فؤاد صدقي، بسطان الديبة، وأبو المعاطي وغيرهم من النجوم، ليبقى عبد الجليل حميدة جيلة حدوتة من حواديت الأهل الخالدة على مر التاريخ. عبد الجليل حميد الله يرحمه واحد من العمالقه. هو شوف كان يعني حارس عنده ستايل وكان يجيد العاب الهواء. رد فعل هائل جدا، مطاطي فعلا. ما كانش طويل لكن عنده من القوه البدنيه والرشاقه انه كان ينفجر. اللي زي ما بيقولوا ايه الطاقه الانفجاريه. من الثبات يقدر يطير. لا طبعا حارس، وله اسهامات مع منتخب مصر والنادي الاهلي عديده زي ما مكتوب كده 11 دوري مع النادي الاهلي. صح، هو التسعه الاوائل اكيد طبعا. التسعه الاوائل واثنين تانيين. واثنين بعد كده. بعد كده راح بطل في طنطا. لكن رحمه الله عليه طبعا من الرموز والعلامات البارزه جدا في حراسه المرمى.